سلسلة جديدة برمضان 2020، يلا بينا. سلسلتنا عبارة عن توب فايف مثل ما قريت بالعنوان، عن بعض الأشياء اللي احنا دائما ناكلها ونعيش وياها ولها علاقة بالأكل 100%. فسلسلتنا اليوم توب فايف إكيلية، هذا اسمها توب فايف إكيلية. حلوين، نبلش بالسلسلة مع أغلى أنواع فاكهة بالعالم، يلا بينا. رقم 5، أناناس من حدائق لوغان المفقودة، سعرها 1500 دولار. أناناسة واحدة، نعم سعرها 1500 دولار. شلون حدائق لوغان المفقودة وبنفس الوقت عندنا أناناس منها؟ أيا كان، يعتبر الأناناس بأوروبا نادر إلا في بريطانيا، وما في لها الأناناسة هذه، وتعتبر وايد نادرة. هي ما تطلع طبيعي، هي تطلع بتدخل بشري بسيط، بس الأشياء اللي يضيفونها ما بيقولكم عنها وايد يا جماعة، لأنها فعلا مقززة فعلا، وما أدري شلون تنباع ب 1500 دولار. على الرغم انه بسيط التدخل البشري، لكن يعتبر شوي صعب، يحتاج ايد قوية عشان تشتغل فيه. بنفس الوقت انباعت من قبل ال 1500 دولار، واللي هي تعتبر وايد نادرة ومو موجودة وايد وما تنباع عادة، ب 16000 دولار. 16000 دولار، اكل اناناس ب 16000 دولار، ولو اعرف شلون يزرعوها راح تروح تشبدي حرفيا. هاشتاجنا اليوم راحت فلوسك يا صابر، 16000 دولار على طريقة زراعة. اللي بعده رقم 4، الاسم صعب شوي، تايو نو توماغو مانجو، حلو هذا اسمها، 3000 دولار. مو اي مانجا ممكن تكون بيضة الشمس، لازم يكون حجمها فوق 350 جرام، وبنفس الوقت سكرها وايد عالي، فهم يدللون عليها ان هذه تعتبر البرفكشن. بيرفكشن، وهي تعتبر من النخب الاول للمانجا، فعشان كذي وصل سعرها 3000 دولار. وتخيل عصير الفرغلي اللي ممكن تطلبه من ورا المانجا هذه كم سعره، وهل راح تشربه على طول ولا تمزمز وايد. رقم 3، عنب روماني ياقوتي، 8400 دولار، ونمت بولاية إيشيكاو باليابان. إيشيكاو، يوم بغوا يسمونها سووا استفتاء يا جماعة شنو حابين يكون اسم العنب هذا، فصار عنب روماني ياقوتي. الاسم صعب، ما ادري في احد جربه، يا ريت يقول لنا. وما لها مثيل من ناحية الطعم، يعني شيء انت ما جربته بحياتك 100%. ولازم وزن العنبة نفسها الحبة الوحدة فوق العشرين جرام، وفيها 18% سكر، ولازم العثق، يسمونه العثق صح؟ العثق مال العنب لازم وزنه فوق 700 جرام، يعني هذه حسبتهم، لا تسألوني شلون، و8400 يا جماعة. يعتبر انه نادر وايد يا جماعة، باعوا 26 حبة منه بالمبلغ اللي ذكرناه ب 2015، يا ساتر. 26 حبة عنب ب 8400. سعد الصغير يوم سوى اغنيته العنب 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 كان يدري عن هالموضوع اتوقع صح؟ نروح اللي بعده. رقم 2، بطيخة ورقية دنسكي، ان شاء الله اقولها صح كذي، بالياباني لانها 6100 دولار. بطيخة، شنو ميزة بطيختنا اليوم؟ ان لونها اسود وما فيها خطوط. الله اكبر، السلام سلام. ويوصل وزنها 11 كيلو سنويا، بس في 10000 حبه تنتج، فتعتبر نادره. بطيخه 11 كيلو يا جماعه، 11 كيلو يعني شايل طفل عمره 3 سنوات، هذه البطيخه تخيلين وزنها. هي تعتبر نادره، بس ما وصلت هالسعر الا بمزاد، سعرها الطبيعي 250 دولار، وتعتبر انها وايد حلوه فوق ما تتصورون. يعني تخيل قطع على بطيخه 250 دولار عشان تذوق شوية سكر فيها، تخيل. وين تحصلون هالبطيخة؟ بما ان الاسم ياباني اكيد باليابان، بمنطقة اسمها هوكايدو، جزيرة اسمها هوكايدو. روحوا هوكايدو واكلوا رقي بطيخ 6100، الله المستعان. اللي بعده رقم 1، وصلنا حق ملكة الشمام، يوباري، شمامة يوباري، هي هجين بين شمامتين وطلعت 6
يوباري. وين راح نحصل اليوباري؟ ملكة الشمام أكيد بهوكايدو، ملكة البطيخ وملكة الشمام. الله على البطيخ والشمام. لما يقدمون لك الشمامة يقدمونها مع الساق مالها، شوية من الساق مالها، يقول لك عشان تعطي جمالية أكثر حق الشمامة اللي للحين ما قلت لكم كم سعرها عشان الصدمة يا جماعة. تطلع مهرجان تشونغ، مهرجان الأشباح، عارفينه طبعا كلكم تطلعون وتسوون مهرجان الأشباح تشونغ، صح ولا؟ كلنا ويا بعض نطلع. عرفتوا كم سعر الشمامة الحلوة اللي قاعد نتكلم عنها؟ 12,000 دولار، هذا الأفرج مالها. ب 2008 انباع ثنتين ب 30,000 دولار. بما انها وصلت بمزاد 30,000 دولار حق ثنتين، فتعتبر اغلى ثمرة موجودة على سطح الارض. اكثر حلقة ضحكت عليها يا جماعة الخير، اكثر حلقة بقناة الكيل، ضحكت ضحك وانا قاعد اصور مو طبيعي. اذا حابين السلسلة هذه يا جماعة اعطونا لايك عشان تشجعونا شويتين، وانشروا الحلقة، وهلا هلا الاشتراكات عشان نسوي اجزاء جديدة وافتكاسات جديدة. مصادر الحلقة راح تلقونها بصندوق الوصف، واذا عندكم اقتراحات راح تكتبون لنا اياها بالتعليقات، وقولوا لنا شنو اكثر شيء شوككم. اتمنى مو الشمامة الاخيرة هذه ام 30,000، كينج الشمام. ما نمل عليكم أي شيء، هذا راينا وهذا تقييمنا الشخصي. بالنهاية شنقول؟ فما الله، السلام عليكم.